فضيلة الشيخ، أيضا ما حكم إهداء ثواب الأعمال للأموات وما الراجح فيه؟ يهدى للأموات من ثواب الأعمال ما ورد به الدليل ويقتصر عليه. ورد الدليل في أن الدعاء ينفع الأموات بإذن الله، وأن الصدقة تنفع الأموات بإذن الله، وأن الحج والعمرة ينفعان الأموات، الأضحية عن الميت كذلك لأنها من الصدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم.